قال مسؤول أمريكي بارز إن السلطات السعودية لم تظهر ما يكفي من المصداقية في كيفية إدارة التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وقال المسؤول للصحفيين طالبا عدم كشف هويته إن وجهة نظر الولايات المتحدة تتمثل بأن الروايات التي كان مصدرها الجانب السعودي خلال الإجراءات القضائية لم تصل بعد إلى مستوى المصداقية والمسؤولية المطلوبة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن من مصلحة السعوديين التصدي لهذه المشكلة بحزم للتخلص من هذا العبء وطي صفحة هذه الحادثة التي أثارت هذه الضجة. بيان من النائب العام. تشكيك دولي وأمريكي بشكل خاص بنزاهة القضاء السعودي. تود النيابة العامة الإشارة إلى أن واشنطن تعتبر كلام الرياض بشأن مقتل خاشقجي يفتقر للمصداقية، والكلام لمسؤول أمريكي بارز، فإن من مصلحة السعوديين أن يظهروا حزما في التعامل مع قضية خاشقجي إذا كانوا يريدون التخلص من هذا العبء. هذا التصريح للمسؤول الأمريكي يحمل في طياته رسائل مفادها أن على السعودية كشف هويات جميع المنفذين والمخططين لعملية قتل خاشقجي وإنزال العقوبات المناسبة بهم. لم تكن الولايات المتحدة ولن تكون الأخيرة في طلبها من السعودية إجراء تحقيق شفاف ونزيه، فالأمم المتحدة وعلى لسان المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع لها أكدت أنها لا تستطيع تقييم المحاكمة الجارية في السعودية، مشيرة إلى أن ذلك غير كاف في جميع الأحوال للتوصل لنتيجة نهائية تكشف جميع جوانب عملية قتل خاشقجي. ولم تكتف المتحدثة بذلك، بل عبرت عن اعتراضها طلب النيابة العامة السعودية تنفيذ حكم الإعدام بخمسة من المشتبه بهم في جريمة القتل، ولم تنسى تجديد المطالبة بإجراء تحقيق مستقل وبمشاركة دولية. المطالب الدولية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في قضية خاشقجي ما تزال حاضرة على مسامع السلطات السعودية رغم كل محاولاتها لملمة القضية، إلا أن ذلك لن يكون بالأمر السهل، لا سيما وأن الأتراك الذين قتل خاشقجي في بلادهم عازمون على كشف الحقيقة كاملة. وينضم إلينا عبر سكايب من دبلن عبد العزيز المؤيد الناشط الحقوقي السعودي. أستاذ عبد العزيز، يعني الأمريكيون وكأنهم يدفعون الآن السعوديين دفعا إلى هذا التحقيق الشفاف الذي لابد وأن يلبس التهمة بجهات عليا في السعودية. طبعا الأمريكان والأمم المتحدة والأوروبا كلهم يقولون للسعودية يكفي، يعني الرسالة الأمريكية واضحة، يكفي عبثا، لأن هذا ما يحدث سيضر الشعب السعودي كاملا. قد لا تفهم هذه الشخصيات التي بالقيادة مثل محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان حجم الضرر، أو لا يهمهم حجم الضرر الذي سيقع بالشأن السعودي، لكن للأسف أن أخذهم الموضوع كبداية ارتكابهم الجريمة ثم طريقة تعامل النظام السعودي مع الجريمة من الكذب المتكرر لإخفاء الحقائق ثم الآن للمحاكمة الهزلية التي لا يوجد فيها أي أمل في عدالة أو مصداقية في كشف المجرمين الحقيقيين في قتل الشهيد جمال خاشقجي. الآن الضغط الأمريكي والذي سيستمر ويزداد قد يؤثر في الشارع السعودي بشكل غضب على هذه الحكومة وانتفاضات هذه الحكومة، لأن الخطر الذي يتهدد الوطن هو خطر كبير وسيصيب المواطنون إذا تم فرض عقوبات، وطريقة تصرف الحكومة السعودية لا تعطي مجال لأي جهة أخرى غير التصرف بالعقوبات، لأن هذه عصابة تختطف مجتمع، تعذب الناشطات وتتحرش بهم ثم تقتل المعارضين، وكل هذا بصفاقة كبيرة بحيث أن النظام حتى لا يستحي فيما يفعل ويحاول أن يقول للعالم سنغطي بطريقتنا ونتعامل بطريقتنا، ليس لكم شأن في مواطنين. طيب الأمريكيون حسب هذا المسؤول الأمريكي على الأقل يستعملون لغة دبلوماسية، يقولون للسعوديين عدلوا موقفكم حتى تتخلصوا من هذا العبء. يبدو أن العبء سيكون أكبر عندما تؤول أصابع الاتهام إلى ولي العهد السعودي في نهاية هذا التحقيق النزيه الدولي الشفاف المفترض. طبعا
بالنسبة لمحمد بن سلمان عندما يقول مسؤول أمريكي عدلوا وإلا، ماذا يعني هذا الكلام؟ وإلا ستحدث عقوبات وإلا سيتضرر الوطن. محمد بن سلمان لا يهمه هذا، في التحقيق الدولي سيكشف محمد بن سلمان وهو من مصلحة المواطن السعودي. الآن هل ستقبل السعودية التعاون أو ستفضل أن تكون دولة معزولة على قبول التحقيق ونتائجه؟ لو أرادت السعودية من البداية إيضاح الخفايا في هذه القضية وفعلا النظام السعودي كان غير مرتبط فيها، لا تعاونوا مع الأتراك من البداية ولم يكن هناك فترة تأخير، لا قاموا بتسليم كما طلب الأتراك الأشخاص المتهمين للتحقيق. طيب. التعاون التركي الأتراك لا يعرفونه الآن. ثم طيب مع كل ما يمكن أن يقال على الضغوط الأمريكية تجاه السلطات السعودية، إلا أنه يظهر من خلال تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمريكيين في مجال ما في مكان ما يريدون أن يرافقوا السلطات السعودية إلى نهاية مطاف سليمة، ولكن الآن هم يضغطون. لكن لماذا يضغطون؟ هل يريدون موقفا آخر؟ لكن هذا الموقف هل يسيء إلى العلاقات السعودية الأمريكية وبالدرجة الأولى إلى المصالح الأمريكية؟ طبعا السعودية حليف قديم لأمريكا، الأمريكان يهمهم النفط السعودي ويهمهم أن نشتري الأسلحة ونساعدهم في التحكم في أسعار النفط ومواجهة إيران. لكن لابد أن نعرف شيء، أن هذه ديمقراطيات، الديمقراطيات إذا أصبحت عبء على من يكون في الكرسي أو من يترشح سيضحي بك. يعني نحن علاقتنا بأمريكا ليست علاقة وثيقة في المبادئ، هي علاقة مصلحة، وعندما تنتفي هذه المصلحة لدى السياسيين ستنتفي أهمية السعودية. الآن نعود إلى ترامب. ترامب بدأوا يتحدثوا أعضاء في الكونغرس عن علاقته المشبوهة مع السعودية، لكن لنفرض أن هذه العلاقة ليست هناك، مع أني أتصور أنها موجودة. ترامب قالها صراحة، أنا علاقتي مع السعوديين أني أخذ منهم الأموال، فهو سيأخذ منهم الأموال إما بالعقوبات وإما بإبقاء محمد بن سلمان. هو لا يفرق معه، يعني هو لا يهتم بالمواطن السعودي أو بجمال خاشقجي، لا نعنيه. طيب هناك من يقول أن بومبيو كل يتعلق بما سيقوله بومبيو للسلطات السعودية، إن كان كلامه سيكون دبلوماسيا أم أنه سيكون كلاما مضبوطا وحازما تجاه السلطات السعودية. طبعا نلاحظ موقف أن إدارة ترامب تزداد حدة عندما تزداد الضغوط عليها، بمعنى ترامب لا يتحمل قضية مثل القضية السعودية بغض النظر عما يقوله وزير الخارجية الأمريكي في هذه في الزيارة القادمة بعد يومين. سيبقى العار الذي حدث، سيبقى محمد بن سلمان ملطخ، وأي سياسي يحاول أن يتعاون معه أو يبني علاقات استراتيجية معه سيضر. ففي القادم من الأيام سنرى كرة الثلج تكبر، وإن لم يحل الموضوع الآن وقام ترامب بتهدئة الموضوع وحلب السعودية سنرى أن من يأتي بعده ستعود المشكلة للظهور. فليس حل، وليس بالضرورة أن يأتي الحل من أمريكا، لأن الأمريكان مستفيدون في كلا الحالتين. طيب عبد العزيز المؤيد الناشط الحقوقي السعودي، شكرا لك.